القائد الأعلى للقوات المسلحة مسؤوليته في غرفة العمليات الرئيسية. اندلعت الشرارة. شعور متزاحم يعني من الفخر والسعادة والحزن قليلا، نظرا لأن فقدت كثيرا من الزملاء ورفاق الجهاد في هذه المنطقة. ويذكرنا هنا الجندي حجازي وهو كان مكلف بعملية حماية القوات من الهجمات الأرضية، الذي قام بدخول داخل حفرة بها قنبلة زمنية لكي يحضر لنا صندوق به الصواريخ عشان نعيد الاشتباك مع الأهداف، لأن موجات الطائرات كانت كثيرة ومتتالية. راح هو ودي من شغلته يجيب الصندوق وعارف إن في قنبلة موقوتة، وأنا حذرته من إنه الذهاب هناك وهنحاول إن احنا نعوض الذاكرة ذهب هناك وطلع الصندوق، ولكن كانت إرادة الله قد نفذت واستشهد يوم 9 أكتوبر.